فاعلموا يا رعاكم الله أن الانتقائية صفة مذمومة وعوار مشين، إذ هي تفقد المصداقية والتوازن، وحينما يتصف بها شخص ما فكأنما يحكم على نفسه بالسقوط والحطة من أعين ذوي الأفهام السليمة. فلن ينجح أو يفلح والد انتقائي، ولا صديق انتقائي، ولا معلم انتقائي. وقولوا مثل ذلكم في طالب العلم والمفكر والكاتب والناصح والسياسي. ومن حاله ملتاثة بالانتقائية فستكشفه الصروف لا محالة، لأن من استطير وراء لهب الانتقائية فقد يصدم غدا بنقيض حاله حينما يحتاج إلى ضد انتقائيته الأولى ولا تساعة استطاعة. ولأجل هذا كان مما أوصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم أحد صحابته أن قال له: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رواه أحمد وابن ماجه.